عن ميزة العمانيين وهي السمت، السمت العماني، وهذا ما يعرف بالعمانيين وخاصة المشايخ مثل الشيخ ناصر بن سعيد بن سالم العامري. تكلمنا عن موضوع السمت وخصلة السمت في هؤلاء العلماء وخاصة في جدكم الشيخ سعيد. نعم الشيخ ناصر، حقيقة الجد رحمة الله عليه يتميز بهذه الصفة العظيمة، صفة السمت. نعم، عندما يحضر في مجالس العلم أو في مجالس العامة تجده ساكتا لا يتكلم. نعم. إلا إذا سئل أو وجه له سؤال أو كانت هناك مطارحة علمية. نعم. فمن القصص التي تروى أو المواقف التي يعني حضرتها بنفسي، ذات مرة كان الجد ومعه مجموعة من المشايخ معزومين في قرية من القرى في المنطقة. نعم. وكان بحضور أحد القضاة، فالقاضي أتى بمسألة في الميراث. نعم. والمسألة عويصة نوعا ما. نعم. يحتاج لها بحث. فطرح القضية، والجد يعني ما شاء الله عليه يعني رجل متعمق في علم الميراث مواريث. أتى بمداخلته وقال لابد هذه المسألة لابد لها من بحث. فقال القاضي لابنه، نعم، قالوا فلان تعال، نعم، ما هو الجواب؟ فرد عليه الجد مباشرة، قال قلت هذه مربينها من قبل، بمعنى حافظينها، حافظينها قبل. قال انتم مربينها هذه. نعم. زين، يعني كيف يجاوب عليها الابن وانت ساكت الاب؟ نعم. فبمعنى انكم انتم مربينها هذه، مجهزينها قبل سابقا. نعم. طبعا الجد ما يعجبه مثل هذه الاساليب، يعني كتحدي او غيره، كتمثيل يعني. كتمثيل. نعم. موقف اخر، كان الجد في مكة. نعم. لاداء فريضة الحج، كان في سنة 1978. نعم. فكان مجموعة من المشايخ حاضرين، فكان يتكلمون عن بعض المفاسد وغيرها. نعم. فرد أحد الحضور فقال يقول بقي أن تنطبق السماء على الأرض. الله. فالجد ما عجبه هذا الكلام. الجد عندما يغضب أو يريد أن يتكلم يغير في جلسته. يغير في جلسته. نعم. سبحان الله. فانطلق في الحديث، قال لهم رفعوها، رفعوها السماء، امسكوها، رفعوها السماء. نعم. فكان رئيس البعثة تلك السنة الشيخ سعيد بن حمد الحارثي. نعم. قال للشيخ سعيد كم عدد طلاب المعهد معك؟ قال له العدد الفلاني. نعم. قال جيب لي 6 من هؤلاء طلاب. الله. وأنا أخرج لك إياهم علماء، لكن أنتم ما تعرفوا تعلموا. الجد له نظرة. نعم. لابد يعني نحن أن نعد هؤلاء الطلاب. نعم. وأن نخرجهم رجال يحملون هذه الرسالة ويحملون هذه الأمانة. نعم. فله نظرة يعني بعيدة. نعم. كذلك حقيقة اسمح لي تفضلك. في أرجع إلى موضوع القدوة. نعم. كان الجد عندما يقرأ قراءة القرآن يعني كأنه الإمام محمد بن عبد الله الخليلي. نعم. حتى يقول أحد المشايخ يقول إذا أردتم أن تعرفوا قراءة الإمام محمد فاستمعوا إلى قراءة الشيخ ناصر بن سعيد النعمان. نعم. يعني نعم. أيضا يقتدي بالشيخ بالإمام محمد حتى في قراءته. فكان نعم. عندما يعني يروي لهم القصص، يروي لطلابه، يروي له بعض المواقف، يرويها وكأنهم يعيشون الواقع. يا الله. من حبه للإمام محمد فهو اقتدى به، وأراد أن يقتدي، وأراد الطلاب أن يقتدوا يا سلام بمعلمهم. نعم. أنغم بالقدوة وبالمقتدى به.